يقول: من يقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان؟ هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. الأعمال من الإيمان وليست شرط، هي من الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مأخوذ من الأدلة، التعريف هذا ما أخذ من أقوال الناس ولا من الأهواء، هذا هو الإيمان. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول سائل آخر، يقول: من يقول إن الأعمال ركن في الإيمان، فهل قوله هذا قول لأهل السنة؟ يا أخي لا تجيب عبارات ما جابوها، قل كلامهم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما كلفك الله، خذ هالكلام وامشي عليه، وبإذن الله أنك تمشي على طريق صحيح تابع للسلف. نعم.